من ايام كان في وفد كيني هنا في مصر بيشوف التجربه بتاعتنا في ملف الاسكان الاجتماعي والمدن الجديده بشكل عام، والحقيقه مصر عملت شغل كبير جدا في الملف ده ال10 سنين اللي فاتوا مع حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي هنعرف ازاي التجربه بتاعتنا في الملف ده نجحت وهننقلها ازاي للدول بره. معانا على التليفون الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازاي هننقل الخبرات بتاعتنا في الاسكان الاجتماعي للدول الافريقيه؟ لازم اولا نوضح ايه هي الخبرات اللي هي فعلا اكتسبت خلال السنوات القليله الماضيه، واللي هي فعلا بتعتبر حاجات من الاعمال الضخمه اللي مش بس فقط على مستوى مصر، ده ممكن تكون على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافريقيا كلها. النهارده احنا بنتكلم على موضوع السكن الاجتماعي، وده طبعا بيشغل بال كثير من محدود الدخل وبعض الفئات المتوسطة الدخل. صحيح. فكان في خطة لإنشاء حوالي 1,000,000 وحدة سكنية، تم في الحقيقة تقريبا حوالي 620,000 وحدة سكنية منها، واستلام عقود لحوالي 500,000 وحدة سكنية تستوعب حوالي 2 أو 2.5 مليون نسمة، وفي عندنا تقريبا المتبقي هو حوالي 247,000 وحدة جاري طرحها أو بيتم تنفيذها في الوقت الحالي، أو كمان في 134,000 وحدة موجودة تحت الدراسة وهيتم طرحها في القريب العاجل عشان تكمل حوالي 1,000,000 وحدة سكنية. حضرتك الأرقام دي في خلال ال10 سنين اللي فاتوا. خلال ال10 سنين اللي فاتت دي يا فندم. طبعا ليس الأمر متوقف بس فقط على هذا النوع من السكن، لكن طبعا في مشاكل أخرى ثانية كمان. تم عمل مشروع قومي ضخم وعملاق ليها، اللي هو القضاء على المناطق السكنية العشوائية. صحيح. والمناطق الخطرة اللي هي كانت بتمثل خطورة على الشعب المصري وقاطني هذه الأماكن، وبالتالي كان لابد من وجود وتوفير سكن بديل لهذه المناطق. استغلت بعض أراضي الفضاء اللي هي نتجت عن تطوير المناطق الخطرة إلى مناطق سكنية، بعضها له طابع أثري نتيجة لوجوده مع بعض المناطق التاريخية أو نتيجة لقيمة هذه المناطق اللي موجودة، وكمان بناء على طلب بعض السكان ان هم ممكن يعودوا تاني الى هذه المناطق ويعيشوا فيها هم واسرهم عشان عدم الاضرار بالنواحي الاجتماعيه اللي هي بتبقى موجوده. فبالتالي كان عندنا في تطوير لحوالي 357 منطقه خطره، وتم الانتهاء منها سنه 21، وظهرت نتائجها في حاجه زي مثلا المباني بتاع السور مجرى العيون، واللي هي هيطلق عليها ارابيسك في الوقت الحالي، ودي كمان اللي عندنا في حديقة السيدة زينب اللي هي كانت تل العقارب، يعني وما أدرى حضرتك طبعا تل العقارب دي كان شكلها عامل ازاي وكمية الخطورة اللي كانت موجودة والمشاكل الاجتماعية. النهاردة احنا بنطور كل ده. النهاردة طورت يا فندم، مش بنطور، هي طورت بالفعل. طبعا برضو بالنسبة للفسطاط، فبطن البقرة والعديد من العزب والمناطق اللي كانت موجودة في هذه المنطقة واللي كانوا بيعيشون على القمامة وبعض المناطق الخطرة واللي كانت بتتسبب إما في ضررهم صحيا أو هذا الموضوع. صحيح. ينتج عن هذا الموضوع أراضي اتعمل فيها السكن البديل زي الأثمرات، زي غيط العنب، زي أهالينا 1 و2، والعديد من المناطق اللي هي موجودة في حوالي 20 محافظة مصرية تم استبدال المناطق الخطرة بنوعية جديدة من الإسكان عشان إعادة توطين السكان فيهم بشكل. ليست التجربة تتوقف فقط بس على موضوع إنشاء الوحدات السكنية، لكن هي في الحقيقة تجربة اجتماعية قيمة جدا ولابد أنها تدرس، وأنا أعتقد أن هي دي أحد الحلول اللي هيتم النقاش فيها حوالين تطبيقها في بعض الدول الأفريقية، الدول الأفريقية وتنزانيا وغيرهم. صحيح. ومنها هي كيفية التعامل مع قاطني الوحدات السكنية اللي هم موجودين في داخل هذه المناطق. الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. أهلا بك يا فندم.